معكم سعاد دويسي، مواطنة مغربية من مدينة العرائش، واللي حاليا أنا كنت واجد أمام مستشفى الإقليمي للمريم اللي وقعوا لي فيه أحداث، بما أنني جيت هنا مريضة، كنت كنعاني من الزائدة الدودية، وكان اللي كان يعني في مرحلة متقدمة جدا على وشك الانفجار، يعني اللي كانت ممكن أنها تؤدي بالحالة ديالي للأسوأ، نظرا لأنني كنعاني من واحد المشكل الصحي اللي أم بروبليم دي سان، وكنت تابعة عليه في مستشفى ديال سونتر دلالة سلمى في طنجة. دونك الحالة ديالي ما كانتش غادي تستحمل أنني نقدر نزيد هذا المشكل هذا، ومنين جيت لهذا السبيطار هذا، المهم ما تعاملوش معايا صراحة بالشكل اللي خصو يعني تم التعامل به، وأنهم يسرعوا بالإنقاذ الحالة ديالي. فاش دخلوا الإخوان وجابوا واحد البنج من جهة واحدة أخرى على أساس أنه يتدخل، بحكم أنهم هنا قالوا ما كانش بنج باش يعملوا لي العملية. جا المدير بالنيابة جرى عليه، قال له خرج من البلوك ديالي، ما تدخلش عندي البلوك ديالي. والسيد ماجي يعني متطوع ينقذ حالة، وهذا يعني هذا بالنسبة لي أنا كان شيء زعما صراحة اللي أثر لي سلبا، ولولا أنني لقيت الإخوان ديالي والأصدقاء ديالي تدخلوا وعزوني إلى كلينيك وتمت العملية الجراحية، وأثناءها الطبيبة اللي دارت لي العملية لقات هذيك يعني بدات كتحل شويه، قالت لي بنتي راه كانت غادي تنفجر لك لولا الالطاف الله سبحانه وتعالى، يعني كانت ربما الحاله ديالك تكون أسوأ. والحمد لله مشكورا للاخوان والاخوات اللي تدخلوا، صراحه كنقدم لهم جزيل الشكر. انا كنقول اي واحد المساله بالنسبه لي، انا كمواطنه لقيت اصدقاء ديالي ولقيت اخوه وقفوا معايا، الحمد لله. شنو مصير الناس اللي ما عندهاش اللي يوقف معاها، الناس اللي ما كيعرف احد، الناس اللي كتجي وكتبقى هنايا مليوحه الاهمال، الصحه ديالها مهمله، ما كيعرف احد، ما كيقلب فيها حتى شي واحد، كتبقى هنا كاينه اللي اما كيكون المصير ديالو الموت، اولا كيبقى المصير ديالو هكذا كيتقاتل مع الحياه الى حتى انه يتوائل ويخرج في حالاته. الواقع داد المستشفى مزري للغاية، كين إهمال فظيع بزاف المرضى، إهمال فظيع، وكين خراب كبير في هذا المستشفى. أنا بيت لي لوحدة بيت ناعسة بالبافيت، قوة القدارة اللي فيه، الوساخ اللي في هذا السبيطار، بيت بالبافيت في وجهي ناعسة بها، ذاك الليلة دوزت لا إله إلا الله، زيادة لأن الشومبر اللي كنت فيها، وهذه حالة وحدة أخرى، الشومبر اللي كنت فيها جات مقابله مع الحمام، وكاينه نساء ورجال في نفس الايصال، صور نتا ناس فواحد لا شومبر والراجل ماشي قبلتك، طواليت كيدخل راجل كتبقى تسنى مراه امتى يخرج، دخول مراه يتسناها راجل امتى تخرج، بلا اللي كيبقى واقفين في الكولوار ورميو عينهم الايصال، شكون ناس فيها وشنو، يعني كرامه المراه تهان في هذا المستشفى. اليوم انا وغدا مرتك وغدا مرات الاخر وغدا بنت الاخر، راه الكرامة ديال المرأة المواطنة العرائشية تهان في سبيطار دلالة مريم، النساء والرجال في نفس الصالة في جناح واحد، هذا الشيء يندى له الجبين صراحة، خاص تدخل عاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه في هذا السبيطار. وأنا سبق قلتها وسائل وزير الصحة، كنسألو لثاني مرة، واش حنا ماشي راعية جلالة الملك؟ واش حنا ما محسوبينش على المملكة المغربية اللي يتم التدخل وإصلاح الأمر أو إصلاح الوضع المزري اللي كيعيشوا المرضى المواطنون في هذا السبيطار؟ صراحة هذا الشيء خصو تدخل عاجل، خاص تدخل عاجل في هذا الشيء هذا اللي كيوقع في هذا السبيطار، زيادة على حتى بعض الأطر اللي عندها ضمير واللي مازال يعني كتأدي الواجب ديالها طبقا القسم اللي أداته. بعض الأطر قلهم محسوبين على رؤوس الأصابع كيمارسوا المهام ديالهم في ظروف قديرة، ظروف صراحة مزرية صراحة. أنا ما كذبش عليك، أنا بقيت ليلة وحدة تما والله العظيم لتأسفت لبعض الأطر، بعض الأطر كنقولها ماشي كل شيء، اللي كيشتغلوا في ظروف سيئة جدا ومع ذلك يعني يداومون.
وكنناشد، مازال كنقولها، كنناشد وزير الصحة، كنناشد رئيس الحكومة، وكنناشد جلالة الملك رئيس المملكة أنه يتدخل في الأقرب العاجل ويرفعوا الضرر عن مرضى ديال اللي كيتوافدوا على مدينة العرائش وعلى المواطنون مدينة العرائش بصفة عامة.